سلم ساي سلم زابنو. من وين؟ ديرية شحن. من هم الخراسون؟ الخراسون. قال تعالى قتل الخراسون، من هم الخراسون؟ الخراسون الكاذبون. بدين يدخل افترى كذب. الكاذبون بشكل عام. حافظ الآية؟ لا ما نحفظ. قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون. الكاذبون. كيف يعني اشرح لي؟ المفتري الكذب الذين يكذبون بما أتى الله. لا شوف الإجابة قريبة بس مش يكذبون بما أتاه الله. هاو أصحاب القفل أو الكاذبون هاو ذا. أيوة الكاذبون. الخرسون الناطقون بالكذب الافتراءات. الكاذبون. الكذب الكذب على الله. الذين ينطقون بالكذب. وهم يعلمونه. وهم يعلمون أنه افتراء. وهم يعلمون أنه افتراء أنه كذب. طيب كيف يقول قتل الخراسون؟ قتل الخراسون. كيف يقتل؟ كيف يقتل؟ هل معناته أن كل كائن يقتل في الدنيا؟ يهلك يهلك. هلاك في الآخرة. هلاكه كيف؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ هلاك في الآخرة. في الآخرة. ولماذا قال قتل الخراسون؟ هل يقتل في الدنيا؟ يعني أي واحد كذاب يقتل؟ غادي يقيم عليه حد القتل. لا. للافتراء والكذب. يعني أي واحد كذاب تقتله؟ لا. ها؟ لكن هذه معنى الآية الافتراء الكذب. الافتراء على الله ويعتبر هلك من الدنيا. الخراسون صحيح هم الافتراء الكذابون الذين يكذبون بأشياء كثيرة بالافتراء. ماذا يكذبون بيوم الدين ويكذبون بما أتى الله؟ أما ولم يصدقوا بما أتى. قتل فهي اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. صحيح؟ صحيح. متأكد من إجابتك؟ متأكد من إجابتي. اسمك الكريم مرة ثانية؟ مسلم سعيد سالم زعبنوت. مسلم من فين أخي مسلم؟ من مديرية شحن. من مديرية شحن. إذا يكون أخي مسلم هنا من مديرية شحن محافظة المهرة قد حاز على جائزة سؤال فقرتنا لهذا اليوم من برنامج طائر السعيد 30,000 ريال. ألف ألف مبروك. يعطيك العافية. قال تعالى من سورة الذاريات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون. صدق الله العظيم. الخراسون هم الكذابون المرتابون الذين يكذبون كذبا ناجما عن التخمينات والظنون. Thank you.